الدور ديال الملكه اللي هي هادي، يلاه ساليت واحد المشهد كنت كنبكي فيه. الوغ سي مامون سيليباتير اللي عندها واحد الوليد فيه التوحد وما عندهاش بزاف ديال لي مويان، وكنشوفوا المعاناه اللي كيعانيوهم لي مير سيليباتير، خصوصا اللي عندهم اطفال عندهم مرض التوحد، المعاناه ديالهم في لا سوسيتي المغربيه. بالنسبه لك قبل ما تمثل هاد الدور، واش طلعتي على هاد الماتش؟ شفتي شنو الاعراض ديالو، الاسباب ديالو، التشخيصات كيفاش كيكونوا، كيفاش كيكون التعامل مع هاد الوليدات؟ الوغ المخرج عنده ابن فيه التوحد، ودابا تبارك الله صلى على النبي ولا راجل وكبر، سي بوغ سا المخرج قرر باش يكتب هاد السيناريو اللي هو جيروم كوهين. وانا درت بينيفول في فرنسا لمده ديال 2 سيمين في اسوسياسيون ديال التوحد. وفي الاول فاش كنت كندير التركيبه والتحليل الدراماتورجي ديال الشخصيه، كانت معنا ان بسيكياتر متخصصه في هذا المرض. شنو بغيتوا الرساله اللي توصلوا للناس من خلال هذا الفيلم؟ كاينين بزاف ديال الرسائل. الرساله الاولى هي كيفاش التعامل مع هاد الاطفال. كاينين بزاف ديال الامهات مالوغوزمون اللي ما كيعطيوش اهميه للاطفال اللي مرضين بهذا المرض، كيسحب لهم انه سيبو مولود خصو ياكل ويشرب وياكل العصا، وهما خصهم معامله خاصه جدا. والاطفال اللي عندهم هذا المرض ممكن يقراو، ممكن يتعلموا، ممكن يديروا بزاف د الحوايج الا كانت المتابعه النفسيه والمتابعه الصحيه وكانوا الوالدين واعيين. من جهه ثانيه كنطلبوا المجتمع يرحم شويه الامهات العازبات، لانهم كيخدموا بزاف وما كيربحوش بزاف، وكيخصهم هما اللي كيصرفوا على ولادهم. كاين بزاف ديال المصاعب في المجتمع ديالنا، وكنتمنى خلال الدور ديال الملكه بزاف ديال الناس يشوفوا بعين الرحمه اللي مامون سيليباتير. غبتي كثير بعد هذه الغيبه الطويله، فين كانت لبنى ابيدار؟ شنو كانت كدير؟ الوغ انا مومبر ديال الاكاديمي دي سيزار فرنسا، ومن نهار مشيت وانا كنخدم في التلفزيون الفرنسي وكنخدم في السينما الفرنسيه. تعلمت بزاف ديال الحوايج، خدمت مع مخرجين كبار، سقلت الموهبه ديالي مزيان، وانا رجعت. اخر الاعمال ديالي هو على بيليتوال مع سيباستيان تولاغ، ومن بعده يلا سالي تصوير ديال ايمانسيبي، هو مسلسل الاذاعات اختي مع المخرج فيليب فوكون. كيفاش جات الفكره ديال العوده الى الساحه الفنيه المغربيه؟ ما كانش عندي في دماغي، واستسلمت وصافي وليت ممثله فرنسيه. ولكن كنت واحد المراه عظيمه جدا اللي عمرني ما ننسى خيرها، اللي هي زهور الفاسي الفهري. هذه الانسانه هي مخرجه ومنتجه في نفس الوقت، شافت لي اعمال اخرين في فرنسا، وشافتني بانني تظلمت ونصفتني ودرت المستحيل باش ترجعني، وسي غراس على كل ما كانت هي ما كنتش غنرجع. قلتي تنصفت وتظلمت وعينيك عامرين بالدموع، ما فهمناش، بغينا نفهموا الجمهور. تظلمت لانه انا لعبت غير دور ودرت الثقه في المخرج، والمخرج ما طلعش قد الثقه اللي درت فيه. كان في البدايات ديالي انا بديت مع فركوس، بديت من المسرح، درت بزاف ديال الاعمال السينمائيه بادوار صغيره، حتى وصلت انني نخدم مع سعيد النصيري بطوله مناصفه. من بعد جا الفيلم ديال نبيل عيوش اللي طمعنا بحوايج كثيره، وتنفيت من موراها. تنفيت بسبب عمل، بسبب كان المخرج نورمالمون اللي هز الحمل، ولكن حنا البنات هزينا كومام. انا ممثله قدرت نعاود نوض لانني عندي صحابي في الميدان، ولكن هادوك البنات اللي ماشي ممثلات اللي خرج لهم على حياتهم واللي دمرهم كيف ما دمر قبل منهم في افلام اخرى الناس اللي جاب من الشارع وردهم ممثلين. واش لبنى ابيدار ندمات على الادوار السابقه خاصه الجيري امينه؟ لا ما ندمتش. انا الحاجه وحده اللي ندمت عليها ومن الجرأة، كاينين بعض المشاهد اللي هما ضروريين للحبكة ديال السيناريو، اما نندم لا. ولكن كون رجعت بيا الوقت نعاود نلعب مع نبيل عيوش، غير هو كنت ندير معاه كونطرا انه لي غوش ما يتنشروش، وما عرفتش علاش نشر لي غوش. ولكن بلاتي دابا لي غوش علاش تصوروا اصلا؟
احنا نورمالمون كي تبغي تصور فيلم سينمائي كياخذ منك 6 سيمين شهرين 3 ديال الشهور. فهداك الوقت كنكونوا مصورين 12 13 14 ساعه باش غنديروا مونتاج وغناخذوا منها ساعتين لاروب. يعني ضروري اننا نصوروا بزاف ديال الحوايج في المونتاج، داكشي كيبقى ما بين الممثل والمخرج، ماشي كلشي كيخرج. هو التلم عجبوه ولا الله اعلم ولا شي حد من ما عرفتش واش كان على قبل البوز دار هكاك وخرج لينا على حياتنا. وممكن هدرش على حياتي انا، سي بلاتو البنات مساكن اللي تدمروا. لا تنسوا الاشتراك في قناة الايام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد.